السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين خديجة. وصفتنا اليوم عبارة على سلطة بالخضر دافية، نقدروا ناكلها في هذا البرد، كتجي لذيذة بزاف. كنرفقوها مع بروتيين كما بغينا، حوت ولا دجاج ولا لحم، اولا بروتيين نباتي كالعدس ولا الفول ولا اللوبيا والحمص كما بغيتو. تبعوا معايا الفيديو. في المقادير عندنا ثلاثة الجزرات، الفاصوليا أو الجبانة 300 غرام، ثلاثة البطاطات كبار، معلقة حتى زوج ديال زيت المائدة، معلقة ديال الحامض، معلقة حتى زوج ديال المايونيز والملحة. خدينا الجزر قشرناه وغسلناه وقطعناه مكعبات، اللوبيا نقيناها وغسلناها وقطعناها على هاد الشكل هذا. أنا كانت عندي في مجمد. البطاطا قشرناها وغسلناها وقطعناها مكعبات، ودابا غادي ندوزو للطريقة. غادي ناخدو طنجرة ديال الماء، خدينا الطنجرة فيها الماء، غنزيدو عليها خيزو أو الجزر. في هاد المرحلة هادي تقدرو تسلقو بالتومة أو أي حاجة، أي منكهات لي بغيتو. أنا غنكتفي غير بالملحة. غادي نسد على الخيزو غنخليه كيتسلق. من بعد شي تقريبا 10 دقائق كنزيد البطاطا. كما طاب شويه الخيزو سد البطاطا، غادي نسد عليهم طنجرة عادية ماشي ديال الضغط. من بعد مرور 10 دقائق كنزيد الفاصوليا أو الجلبانة كما شفتو مجمدة. غادي نخليها طيب معاهم. غادي نحلو الطنجرة، المهم كلشي طاب، البطاطا خيزو اللوبيا كلشي طاب، البطاطا خيزو اللوبيا. غادي نطفي عليه. كما كتشوفوا غادي نصفيه، الماء ديالو اكيد غادي نحتفظ به، ندير به صوبه او الشوربه، ما غاديش نرميه. غادي نخلي الخضره ديالنا تبرد. بعد ما بردت لينا الخضره ديالنا كما كتشوفوا، درجه حراره الغرفه حيت دابا البرد نقدروا ناكلو حتى في البرد، ما تكونش بارده بزاف مبلاصيه. غادي ناخذ تقريبا جوج معالق ديال المايونيز ولا معلقه ونص اللي خديت، غنزيد عليهم معلقه ديال الحامض كما قلنا، معلقة حتى زوج ديال زيت المائدة تقريبا معلقة ونص. كما كتشوفوا غادي نخلط هاد العناصر كلها،
دزت عليها معلقه ديال الماء باش نخففوا الصلصه. بغيتو تزيدوا البزار اي اعشاب ملسمه كما بغيتو. دابا غادي ندوزو الدريساج. غادي ناخد الخضرة ديالي غادي نخلطها بحال هكا كلها. الطريقة هادي هي راه مازال دافية كان في هذا الوقت هذا ديال البرد ماشي مشكل. طريقه باش ناكلوا الخضر واخا فيها المايونيز. بغيتو ديروا لها صوص فينيغريت حتى هذا جائز. الموطارد والزيت والخل الزيت والخل والملح والبزار حتى هذا جائز وتكال دافيه ماشي حيت كاين البرد ما ناكلوش لي صابط كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز ندير لاصوص ديالي للسلطة بهاد الطريقة هادي. نسقيها ملي غنبغيو ناكلوها أكيد راه غادي نخلطوها. هاد الطريقة درتها فقط للتقديم. غنبغيو ناكلو ملي غنبغيو ناكلوها أكيد غادي نخلطوها. غادي نزينها بلي طوماط كيعجبوني هاد لي طوماط سوغيز في التزيين امبيكابل. نديرهم غير بالجناب وقيلا صافي بهاد الطريقة هادي. وهذه هي السلطه ديالنا كتجي جديده بزاف. نقدروا ناكلوها واخا في البرد كتجي دافيه. نديرو لها الصلصه اللي بغينا. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. كما قلنا هذه السلطه غادي نرافقوها بالبروتيين. غادي نرافقوها كما قلنا بالكفته ديال لادان ولا ديك رومي الفراخ. كاينه طريقه اخرى باش قدمت هاد لاصالاد. انا صورتها هاد السيمانه هادي والفيديو مشى ليا كله وبقات لي غير الصوره. هادي طريقه اخرى باش كتقدموها. غير هي درت فيها البيض مسلوق محكوك في حكاكه غليظه كوم بروتيين وهادي قدمتها مع الكفته. هذا الفراح ديال الكفته ديال ديك الرومي غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. إذا عجبتكم الوصفة ديروا لايك للفيديو شاركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي وبالصحة والراحة.